بيان عن رحيل الأمير خالد بن عبد الله، اللي مثل ما قال الآن عيسى جوكم، هو ليس فقط داعم لكرة القدم، هو عاشق وداعم لكل الألعاب في النادي الأهلي على أقصى أعضاء الشرف اللي تجدهم في بعض الأندية الأخرى، تجد عضو شرف مهتم فقط بلعبة كرة القدم، إلا أن الأمير خالد بن عبد الله حالة فريدة. أو تشوف عضو شرف محب للعبة معينة ويدعم اللعبة هذه. شوف أنا شاهد على العصر، أنا مثل ما قال أبو عبد الله في البداية مخضرم في الصحافة، أنا شاهد على مسيرة طويلة من التنافس الرياضي في كرة القدم والألعاب المختلفة. حضرت مباريات لا تعد ولا تحصى في اليد والطائرة والسلة. شفت بعيني الأمير خالد بن عبد الله في الصالات الرياضية، في الصالات الخضراء في الرياض وفي جدة، يحضر مع فرق الأهلي ويدعمها ويساندها بشكل، يعني ما دعم الأمير خالد بن عبد الله ما هو مالي مادي فقط، معنوي حضوري ومعنوي وأدبي ودافع حماسي للاعبين وقريب منهم في مختلف ألعاب النادي الأهلي. أنا شفت الأمير خالد عبد الله يعني يحضر كعضو شرف داعم وكمشجع ومحب ومتفاعل مع كرة السلة وكرة اليد والطائرة، وبشكل تشعر أن هذا أنه مشجع في المدرج من خلال تفاعله. فصراحة خسارة كبيرة على النادي الأهلي وعلى الكرة على الرياضة السعودية بشكل عام. مثل ما تفضل أخ عيسى، ألعاب مختلفة رعاها في النادي الأهلي، والنادي الأهلي هو النادي، أنا أقول لك النادي الأول في المملكة العربية السعودية اهتمام بتفوق في جميع الألعاب، ما هو بس اهتمام أن عنده نشاطات ألعاب مختلفة متفوقة في اليد، في الطائرة، في السلة، في التنس، يعني وفي ألعاب القوى، يعني عنده وفي السباحة وكرة الماء، يعني عنده يعني في السباحة وكرة الماء متنافس مع الاتحاد في جدة، في اليد مع أندية الشرقية، في السلة مع أحد والاتحاد، الطائرة مع في الطائرة مع الهلال، يعني مختلف الألعاب. الأهلي منافس قوي وداعم للمنتخبات المملكة في كل الألعاب، نجوم المملكة في كل الألعاب غالبيتهم في من النادي الأهلي، دعم وخلفه كله الامير خالد بن عبد الله، ما هو اعضاء شرف اخرين. يعني صراحه سمو الامير، شوف احيانا بعض اعضاء الشرف نقول محب للعبه يدعم لعبه، او خلينا نقول بعضهم مثلا جال الشو ويبحث عن كره القدم والاضواء في كره القدم، وما الامير خالد بن عبد الله يدعم بسخاء كل الالعاب، ما لا يبحث عن ضوء ولا عن شو، يعني يدفع بسخاء يمول هالان الالعاب بطولات، ما هي العاب والفرق الفريق او اللعبه اللي المنافسه مكلفه، سواء كره يد او سله او طارف، وكره القدم مكلفه اضعاف واضعاف. صحيح. في نجوم، في لاعبين اجانب، في اجهزه فنيه، في اجهزه طبيه، في معسكرات صيفيه، في معسكرات خلال الموسم. الامير خالد بن عبد الله تكفل وحده بهذا العبء. جميل. صراحه خسرته الرياضة السعودية وخسره النادي الأهلي، والله يعين النادي الأهلي على القادم. الأمير خالد الآن تكفل بالتزامات إلى نهاية الموسم، ولكن كان الله في عون محبي الأهلي، وهذه يعني أعتقد من الآن يبدون مسيرين النادي ومحبينه وعشاقه وشرفيه تهيئة الفريق بالالتفاف حول النادي الموسم القادم، كيف ستكون الاستراتيجيات والرؤى لدعم النادي وبقائه واستمراره في هذا المنافسة من خلال البحث عن وإيجاد الموارد يعني المالية. بالضبط. الأمير خالد بن عبد الله رجل واحد وابتعد، أنا أعتقد لن يكون مكانه إلا عدة رجال. صحيح. ورجال كثر وشركات مالية وشركات، فالله يكون في عون الأهلاويين إن لم يتحركوا من الآن لمحاولة سد الفراغ اللي بيتركه سمو الأمير. جميل. طيب كابتن صالح، ما مدى تأثير